رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي بسرعة علامات على تشكل كوكب خارج المجموعة الشمسية، ولكن ليس ذلك الكوكب الذي توقع علماء الفلك رؤيته. يبحث علماء الفلك عن كواكب في طور التشكل حول النجوم الوليدة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي JWST. وسرعان ما قام التلسكوب الفضائي القوي بتسليم البضائع، وإن كان بطريقة غير متوقعة. تتشكل هذه الكواكب الناشئة في كتل دوامية من الغاز والغبار تسمى أقراص الكواكب الأولية، وتجمع كتلة أكبر أثناء قيامها بذلك. لقد صورت البشرية العديد من أقراص الكواكب الأولية هذه، لكن علماء الفلك لم يلمحوا الكواكب المتشكلة داخلها إلا عدة مرات حتى الآن. وكشف التحقيق أيضاً عن تفاعلات غير مرئية حتى الآن بين أقراص الكواكب الأولية وأغلفة الغاز الأقرب إلى النجوم التي تقع في قلب هذه الأقراص. وقال غابرييل كوجنو، عضو الفريق وعالم الفلك بجامعة ميشيغان، في بيان الأساس: في كل قرص لاحظناه بدقة وحساسية عالية بما فيه الكفاية، رأينا هياكل كبيرة مثل الفجوات والحلقات، وفي حالة الحلزونات يمكن تفسير معظم هذه الهياكل، إن لم يكن كلها، من خلال تفاعل تشكل الكواكب مع مادة القرص، ولكن توجد تفسيرات أخرى لا تنطوي على وجود كواكب عملاقة. إذا تمكنا أخيراً من رؤية هذه الكواكب، فيمكننا ربط بعض الهياكل مع رفاق التكوين. وربط عمليات التكوين بخصائص الأنظمة الأخرى في مراحل لاحقة. يمكننا أخيراً ربط النقاط وفهم كيفية تطور الكواكب والأنظمة الكوكبية مع تطورها ككل. تشير العديد من عمليات المحاكاة إلى أن الكوكب يجب أن يكون داخل القرص ضخماً وكبيراً وساخناً ومشرقاً، لكننا لم نجد. وهذا يعني إما أن الكوكب أبرد بكثير مما نعتقد، أو قد يكون محجوباً ببعض المواد. وتابع كوجن، هذا يمنعنا من رؤيته ما وجدناه هو كوكب مرشح مختلف، ولكن لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين بنسبة 100% ما إذا كان كوكباً أو نجماً خافتاً أو مجرة. ستساعدنا الملاحظات المستقبلية على فهم ما ننظر إليه بالضبط.